تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب ورئيس المجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، تم اليوم بمقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرباط بالمملكة المغربية الشقيقة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس والمؤسسة الخيرية الملكية. وقد وقع المذكرة نيابة عن مؤسسة محمد السادس السيد يوسف البقالي مكلف بمهمة في الديوان الملكي ورئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، فيما وقعها عن المؤسسة الخيرية الملكية الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية الخيرية. وتأتي هذه الخطوة الإيجابية تحقيقا لرغبة المؤسستين في الشراكة والتواصل من أجل توطيد التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني والتضامني. وتندرج المذكرة أيضا في إطار تعزيز العلاقات الأخوية وتجسد في جوهرها توافقا للرؤى بين المؤسستين في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني، وتأكيدا على متانة العلاقة الأخوية التي تربط بين مملكتي المغرب والبحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخي صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل من المملكة المغربية الشقيقة حفظهم الله ورعاهما. سعيد جدا أن الله وفقنا وكرمنا أن نوقع اتفاقية مع مؤسسة الملك محمد السادس. هالاتفاقية لأساسا تعزيز المحبة والأخوة بين القيادتين بين الشعبين بين البلدين، ومن ناحية مهنية هالوثيقة تركز على التعاون في مجال الإنساني والاجتماعي وأيضا تبادل الخبرات بحيث المؤسسين يرتقون بإذن الله. اللي غادي نقدرون نقوموا بتبادل التجارب إن شاء الله، نقوموا بمشاريع مشتركة للدعم الاجتماعي والثقافي ولتبادل العلاقات بين المملكتين